بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. ازرعونا الفتنة نزرع الحب والأمل. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. أما المناسبة فهي حلقة اليوم من ملك كتابة حلقة الاثنين تصل أو تحمل الرقم 700 حلقة من التواصل مع ملك وكتابة، يعني أكثر من 2000 ساعة من التواصل والمسؤولية. ونتمنى أن نكون قد أسعدناكم في كل ما قدمناه عبر 700 حلقة حاولنا نزرع فيها حاجة، نزرع الحب والأمل. وعايز الناس تفهم من 700 حلقة ده معناها إيه؟ إن ده أقدم برنامج رياضي حاليا على الساحة الرياضية. عشان كده ثنايا هذه الحلقة مهمة جدا، وهذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله وما زلنا نؤكدها، ما تخافش على أهلي. الغربال موعد جديد مع التحدي. بعض ما تلسانه لماذا نحن هنا الآن؟ الشموع الحمراء، العملاق وشجرة الحب، وأسرار الملك عن نسر قرطاج، وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده محتوى الحلقة رقم 700 اللي حرصنا ان احنا نقول فيها حاجة. شوف انا ليه بقول البرنامج الاقدم على الساحة الان. لو لم نزرع الحب والامل ما صمد هذا البرنامج. ولتذكر ان السلوجان اللي رفعناه وقتها ما تخافش على الاهلي. انت بتحب افكرك بشبابك شوية؟ وانا كنت شباب. انا بنتكلم في كام؟ 700 حلقة، يعني عارفين. خلي بالك، أول طلة ملك وكتابة بالراحة عليا. أنا جاي من عند دكتور السنان. أيوة. بيهددني من الصبح، بيقول لك أنا قلعت ضرس العقل خلاص، يعني استحمل. عموما الحلقة 700 عايز أفكركم إنه الطلعة الأولى كانت مساء الاثنين 21 مارس 2011. كانت الفترة دي على فكرة فترة صعبة جدا على مصر. دي فترة الانفلات الأمني، وفترة كان يدوب شهرين أو ثلاث شهور بالضبط بعد ثورة يناير، والأوضاع اللي حضراتكم كلكم فاكرينها. ومع هذا من رحم المعاناة، من رحم التوتر، من رحم الشارع، من رحم حاجات كتيرة فاكرين تفاصيلها حضراتكم. ربنا ما يعيد أي أيام فيها قلق وتوتر على مصر، وتظل مصر واحة الأمن والاستقرار يا رب دايما إن شاء الله. لكن من وحي كل هذه الظروف الصعبة خرج ملك وكتابة لتكون الطلة الأولى مساء الاثنين 21 مارس 2011. وما تخافش على الأهلي، ما زلنا نؤكدها ونذكركم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم الجديد ملك وكتابة. برنامج اتعمل بناء على طلباتكم ولتلبية احتياجاتكم. الملك والنادي الأهلي والكتابة، كل ما ينشر عن النادي الأهلي وخاصة التجاوزات، الإشاعات، الافتراءات. برنامج بيرد على كل هذه الأمور بالوثائق والحقائق. معانا كمان الأستاذ إبراهيم المنيسي ملك الكتابة، اللي هو هيقول لنا عندنا ايه النهارده. اهلا بيك يا باشمهندس، واهلا بيكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وهذا البرنامج الجديد واولى حلقات ملك وكتابه. زي ما المهندس عدلي قال لكم، الملك النادي الاهلي، الكتابه هو كل ما يكتب عن هذا الملك. لكن كمان اعتقد بعد 25 يناير الملك زادت قيمته، والكتابه زادت قوي مساحتها، وايضا المناخ اتسع للكثير والكثير من جرعات الحريات اللي بتفرض علينا تحديات جديده في المرحله اللي جايه. عندك ايه بقى ضمن الكلام اللي الناس متشوقه
ان احنا نرد عليه وتعرف حقيقته. كتير من الموضوعات يا باشمهندس، بس خلينا نقول ابرز العناوين اللي عندنا. الاهلي والزمالك ووثائق امن الدوله. والتوأم يهاجم الاهلي 3 مرات يوميا. لكن الاهلي ووكاله الاعلان مين بيجامل مين؟ والاهلي بيفاوض عيد ودويدار وسليمان، وبنسال الباشمهندس عدلي ومين كمان؟ والاعلام الرياضي وماذا بعد الثوره؟ ركبة بركات وحكاية لاعبي الأهلي مع الإغماءات، لكن فلوس الحضري من يدفعها وماذا لو؟ البث الفضائي الزمالك يأخذ أقل بشرط إن الأهلي ما يكسبش، وأحمد حسن هيفضل في الأهلي ولا يروح الزمالك؟ والأهلي متهم دائما بإشعار النار في الأسعار. تسمح لي يا ابراهيم ان احنا نستاذن الساده المشاهدين ونقول لهم على فكره انتوا اللي هتختاروا لنا ترتيب الفقرات ونبتدي بايه وعايزين تسمعوا ايه قبل ايه وتشوفوا ايه قبل ايه، لكن هنستاذنكم فقط في ضربه البدايه، احنا هنختار الموضوع الاول، اما باقي الموضوعات تواصلوا معانا على الارقام اللي موجوده وبالاس ام اس اللي موجوده على الشاشه عشان تقولوا لنا او تقولوا الكمبيوتر الحقيقه يرتب لنا ايه ترتيب الموضوعات حسب اهتمامكم بيها. اهم موضوع عايزين نبدا بيه، الجمهور اختار لنا ايه والكمبيوتر اختار لنا ايه؟ طب نشوف الكمبيوتر من خلال الجمهور اختار ايه. مين فينا يا جماعه؟ مين فينا اللي كان شباب؟ ألا ليت الشباب. شفت إبراهيم كان عامل إزاي يا جماعة؟ النضارة والشبوية. ألا ليت الشباب يعود يوما. إزيك يا أستاذ إبراهيم ومبروك 700 حلقة صمود. وهذا بيقول لك الظهر الأهلي ده جينات الصمود دي موجودة في الأهلي.